هلا الشغله مو مستاهله اختي، انا بحلها. تصبحوا على خير. انت من اهلك شهيره، شو بدي اقول لك اختي؟ فيكي من بكره تطلبي لي سهريه؟ من عيوني تقبرني، تقبر قلبي، ما تاكل هم. ان شاء الله كله على خير. ان شاء الله ان شاء الله. شوفي شو طلبات هون وقولي لهم نحن جاهزين. خلص بصير خير. إيه لازم نفرح لك من هلا تقبرني. لا 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 حاجة بقى، خبيلي هالزمغيط ليوم العرس. ايه والله والله فرحانيت لك من جوات صمصيم قلبي. لازم ابن عمي يعرف كل شي عم تعمله فوزية، كل شي. لا يا كاميلا، حرام خطي. اي حرام جلت عن عظمة، على شو حرام؟ يعني بركة بركة، أنا وقت شفته ماسك إيدها كان هو عم يعطيها الكياس، يعني وبركة الحديث يلي سمعته هن بيقصدوا شي تاني مو يلي أنا فهمته. الله يوفقك الله يوفقك، يعني أنا ما بدي أكسب غضب رب العالمين مشانه. مطيعة؟ ما بدي أفتن عليها كاملة، ما بدي. إيه لا يا ستي، بدك تحكي كل شي شفتي، كل شي شفتي عنا بدك تحكي. لا لا يا كاملة، ما بيجوز نفتح حرضها للمخلوقة، رب العالمين أمرنا بالستر. ما اختلفنا أمرنا بالستر، بس هيك شغلة لازم نفضحها، لأنه القصة قصة شرف. إيه شو يعني؟ شو بدك نساوي؟ من بكرة بدك تروحي تقولي لشهيرة خانم كل شي شفتي وسمعتي، ورح أخلي شهيرة خانم تحلفك على المصحف كمان. لا كاملة لا، الله يرضى عليكي الله يوفقك، لا تقولي لشي أنتي، يعني ما بدي إياها تزعل إنه أنا قايلت لك قبل منها. خلص أنا بلاقي الوقت المناسب بحكي لك كل شي. إمتى وقته يعني إمتى؟ تركيها على تيسير رب العالمين. الله يرضى عليكي، بوس ايدك يا كاملة. لك فهميني من شان الله، من شو خايفة انت؟ والله يا كاملة خايفة من رب العالمين، خايفة لأطلع كذابة. عم تكذبي علي يا مطيعة وتتستري عليها؟ الله وكيلك يا كاملة، ما عم بتستر عليها ولا عم بكذب عليكي، الله وكيلك خايفة من رب العالمين. خلاص تركيني بيت استخارة وبشوف رب العالمين شو بيورجيني، ومنتكل على الله بنتصرف. مني هيك؟ ماشي. ابن عمي؟ ايه. هلا انا مو مرتك وام ابنك؟ طبعا انت امه لابني. شو السيره احكي؟ بدي اياك تسجل لي شي باسمي من مالكاناتك. شي حلو، وليش بقى؟ لانه انا مرتك الوحيده اللي جابت لك ولد، وبس انا بستاهل يكون في شي مال كان باسمي، اذا مو كرمالي كرمال عامر. اذا كرمال ابنك ما تخافي، الولد حقه محفوظ بعد ما مو. بعيد الشر، ان شاء الله العمر الطويل يا رب. لك انا عمر طويل لك فوزية، وهلا عم فاولي علي. الله يسامحك يا ابن عمي، انا ما عم فاول عليك، بس انا حابه اني اكون غير الكل. لا تخافي، انت غير الكل. يعني رح تسجل لي شي باسمي؟ لا. طيب ليش يا ابن عمي ليش؟ لك فوزية، أنا ماني ظالم، وما بدي أظلم حدا من اللي بده يورثوني بعد مماتي. بعيد الشر عن قلبك تقبرني. لا بعيد ولا قريب، أنا ما رح أكتب شي لنسواني لا إلك ولا لغيرك. بس أنا زعلت منك ابن عمي. يخرب بيت قلبك. لك فوزية، ما لازم تزعلي من الحق. اسمعيني منيح، أنتي مرتي مثل ما هن نسواني، وحقهم مثل حقك. إذا كتبت لك شي بدي أكتب لهم. بهالطريقة هي رح أظلم ابني اللي هو الوريث الوحيد لكل أملاكي. لا لا خلص ابن عمي، أنا ما بدي ابني ينظلم. هيك بدي إياكي، معناتها سكري عن الموضوع ولا بقى تفتحي السيرة مرة ثانية. حاضر مثل ما بدك. قومي قومي قومي، ساوي لك هالشاي، نشفتي لي ريقي. تكرم يا ميت. أهلين وسهلين. أهلين فيكي تقبريني. تفضلي شهيرة خانم. تسلموا إيديك. تفضلي. تسلموا إيديك يا عروس. تفضلي نعمة. تسلموا إيديك. تسلمي أختي. هيو ما تبلي وما تخي إلهي على الفتلة. تسلمي تسلمي يا ست فوزية. ونحن بدنا إياها الخميس الجاي. الخميس الجاي؟ إيه مسلين. نحن مستعجلين حتى تصير عند ابن عمي وتاج راسي. ايه بس يعني الخميس الجاي كتير قريب. ايه لا قريب ولا شي يا عم سليم، شو بناه؟ انا مشان جهزها يا خانو.
إيه ما بدها تجهيز يا أم سليم، كل شي جاهز عنا ومن أكتره. بعدين يا ست أم سليم، بكرة بس تجي لعنا شو ما بتأمر طلباتها أوامر، إيه والله والله لنحطها فوق راسنا من فوق. تسلمي لي يا فوزية، شو إنك بتمزعي العقل على قد مالك مرضية؟ فوزية أم الولد وهي قايمة على جوازة أخي أبو عامر. الله يخلي لكم يا ويخليكي فوق راسهم. تسلمي يا أم سليم. بس أنا مو لازم آخذ رأي ابن عمي. إيه لك لازم تاخدي موافقته لابن عمك. ما زال البنت موافقة، أكيد جوزك موافق أم سليم، صح شهيرة خانم؟ يو، وشو عرفك إنه البنت موافقة فوزية؟ يو شهيرة خانم ما بدها فهم القصة. إيه ما شفتي لما قلت لها يا عروس إيه فرفش قلبها من الفرح؟ الحمد لله يلي الله جبر بخاطرك. ألف الحمد لله يا ربي. بس قلتك أبوكي رح بيوافق على أبو عامر؟ إيه طبعاً رح يوافق، وليش لحتى ما يوافق يعني؟ ولا جوازتك من عبود أحسن؟ لا مو هذا قصدي. لكان شو قصدك؟ يعني أبو عامر عنده 3 نسوان وإنتي رح بتكوني الرابعة، بس أنا عبود ما عنده حدا غيري. معلش حبيبتي، أبو عامر متجوز 3 نسوان وأنا رضيانة فيه. أيوة أنا كمان رضيانة بعبود، والله يسهل لك جوازتك وجوازتي. آمين يا رب. سليم. إيه ابن عمي. من بكرة الصبح الله يرضى عليكي تنزلي على السوق وتجهزي لي يارا زهرية. حاضر ابن عمي. ما بدي الشغل الطويل، حاكم العرس الخميس الجاي. الله يقدم اللي فيه الخير يا رب. بعدين روح على راسي ولي فوزية، بدك تدبري راسك. الله يوفقك يا عبد الناس، يعني أنا شو بدي ساوي؟ شو بدي ساوي؟ والله أنا ما بفهم، بدك تدبري راسك شلون ما بعرف، بدي مصاري وهلا. بوس إيدك يا عبد الناس، بوس إيدك أجلها هلا أجلها. شو أنت ما عم تفهمي علي؟ أنت اللي ما عم تفهم شو عم بصير. ما بعرف ولا بفهم، بدي مصاري. اشلحي سوارم مساوي اللي بإيدك، اشلحيهم. لا يو ما بقدر، مستحيل. هاتي لشوف، اشلحي واحدة واحدة بس، اشلحيها. خلص خلص خلص، بس ودي صوتك. قديش تأخرت على الباب؟ شايفة، يبعت للعية إن شاء الله. شوي خلصني منك ولا فوزية؟ كداس بوس إيدك ريحني بقى، ريحني. شوفي شو بدل. شو بدك تقول؟ قول. أنا ما عندي شي أخسره. إذا صار ونعرف يلي صار بيناتنا، أنت اللي حتخسري كل شي، أنا ما حأخسر شي. بجوز تخسري حياتك، وأكيد حتخسري ابنك إذا جوزك أبو عامر دري بكل شي. بوس ايدك يا كتاس، بوس ايدك. استور على المستور، استور على المستور. رح استور بس بدي مصاري، بدي مصاري كتير. انت ما بتعرفي شو صاير معي. خلص فهمت. شهيرة خانم، شهيرة خانم. شوفي مطيعة. ايه بس كنت اقول لك. شوفي. خلص ما في شيء. لا في شيء. لا خانو ما في شيء. فوزية شو بعت لنا ابن عمي؟ بعت لنا لحمة الطبخة. يعطي الله مطيعة. خدي. كاملة؟ تعي عاونيني تقبريني، تعي. في شي شهيرة خانم؟ سلامتك فوزي، سلامتك. ايه؟ حسوا بشي من ورا وقفتي مع كداس.
شلون بدي ما خلي حدا يعرف بنقص المبرومة شلون؟ فكر اني رضيانة تتجوز حدا بعدي يا ابن عمي. لا مالي رضيانة ولا رح ارضى تجي وحدة وتعيش معك هون، لا زهرية ولا خيرة. اصلا انا ضرايري مضيعة وكاملة، عم بعمل فيهم كل هاي العمايل بس مشان ما حدا يجي ويفوت وينام بهاي الاوضة. هيك بهاي البساطة بدي خلي زهرية تنام بدالي. لا والله لا والله. العمر إلكم. شو يبدو انه مرتك ماتت مسمومة، يعني جريمة قتل. الله أكبر يا الله، الله أكبر. شو اللي عم بيصير؟ لك شو اللي عم بيصير؟ إلى الشام، إلى الشام. شام طيب.